رجعنا لكم مشاهدينا في غبقة الحمراء، ولا عندنا شيء جميل ونفتخر فيه حقيقة. لما تكون طالبة في المرحلة الثانوية ولا زالت على مقاعد الثانوية وتكتشف اختراع يساهم في معالجة الخلايا السرطانية الموجودة عند أغلب الناس، طبعا هذا شيء جميل وهذا شيء نفتخر فيه. أيوة. الطالبة اللي ويانا الأستاذة أو الطالبة أختنا موضي بدر العجمي، حياك الله منورتنا وكل عام وانت بخير. الله يحييك موضي، بارك على الشهر. علينا عليك موضي. لا تروحين برا الكويت، ها نبيك هني يعني. ما ادري هذا اللقاء بعدين بعد كم شهر يمكن ما نحصلك، ندور انك عليك ما تبدين علينا. الله يعطيك العافيه. كلمينا عن اللي انت اخترعتيه هذا، شنو اللي يساهم في معالجه الخلايا السرطانيه؟ هو مركب كيميائي اسمه كلوريت الصوديوم، هو يساعد في ذبح أو قتل الخلايا السرطانية بنسبة كبيرة يعني؟ بنسبة كبيرة، أي النسبة اللي حصلناها كانت 93.3%. ما شاء الله. خلال أول أيام مثلا ولا خلال؟ خلال يعني ثلاثة أيام يعني إحنا انتشارها. أي بالضبط. ما شاء الله. إنزين هذه الاختراعات وهذه التجارب بلشتيها من أي عمر؟ وشون وصلتي هذا حق هذا الاختراع وشون وصلتيه حق المسؤولين؟ السنة اللي طافت لما كنت بعاشر كانت مسوية المدرسة مسابقة صغيرة في البحث العلمي يعني. فأنا شاركت بالمسابقة وأنا كنت يعني حيل أحب الأحياء. نعم. فكان عجبني موضوع السرطان وكنت متأثرة حيل بوفاة يعني أكثر من فرد من العائلة. فكملت بهالمجال وبحثت فيه والحمد لله كنت فايزة بالمركز الأول على مستوى المدرسة. فحبيت أروح أكمل وخذوني النادي العلمي، قدمت لهم فكرة البحث ورحت أدور مكان عشان أطبق فيه الفكرة. راسلت أكثر من 100 دكتور من كلية الطب. كلية الطب هني ولا برا؟ لا هني. فردت علي دكتورة واحدة بالبداية كانت اسمها دكتورة سوزان بستان اللي أرشدتني حق أكثر من دكتور، وبالآخر وصلنا حق دكتور موسى الخلف اللي فتح لي الباب إني أطبق المشروع في المختبر، وساعدتني حيل هناك لاب أسيستنت اللي كان اسمها ليلي. والحمد لله التجارب مثل ما ما زلتي مستمرة بالبحث؟ أنا أبي أكمل البحث، أتمنى أني أكمل البحث عشان أوثق صد ان انا اقدر اسمي هذا المركب علاج. حلو، شو اللي يمنعك ما تكملين دام انت ما شاء الله خطير يعني اتخذتي الخطوات الاولى؟ اي مو كل الدكاتره حابين يبطلون مختبر حق بنت صغيره الحينها بالثانويه. حلو. يعني انت محتاجه مختبر بس؟ محتاجه مختبر والماده اللي تعيني على اني اكمل في هذا البحث، لان كل المختبر سنسيتيف يعني جدا ويحتاج مواد كثيره، ممكن يكون خطر بعد. بالضبط. ولما تواصلتي مع كليه الطب ما كان في هناك يعني تعاون او يعني سحب همتك لهم صراحه؟ الصراحه يعني انا راسلت والكثير حتى ما ردوا علي يعني، لا ولا قالوا ولا اعتذر يعني احد ولا علقوا بعد ولا تعليق. ايه حلو. يعني المساله كانت موضي بدر العجمي هي مسابقه بحثيه في تخصص الاحياء او التخصص العلمي على مستوى المدرسه وحصلت على المركز الاول. بالضبط. ومن بعدها ما تواصلوا معك وزاره التربيه مثلا؟ لا لان على مستوى المدرسه. زين المدرسه يكون بعدها شيء اشمل مستوى المحافظات اللي أصاب. كان لا اللي كان اللي على مستوى الكويت. اي نعم. وهذا شاركت فيه أبلة الكيمياء كانت كلمتني عن هذه المسابقه فحبيت اشارك والحمد لله شاركت وكنت فايزه بالمركز الاول على مستوى الكويت. اي زين الحمد لله. والمؤسسات العلميه والتعليميه اللي عندنا ما تواصلوا وياك؟ لا ابدا. زين راسلتيهم انت بشخصك؟ ما راسلتيهم. وشلون تواصلتي مع النادي العلمي؟ النادي العلمي كان عن طريق أبلة الكيمياء عندي في المدرسه. والله أنا بدعي حق أبلة العلم اللي عندك، إن شاء الله يعطيها الصحة والعافية اللي قاعد تدفع همة الشباب أو همة موضي العجمي وغيرها خصوصا في الإبداعات الجميلة اللي قاعد تقدمينها. موضي ما شفتي بحثك مكمل من بعض الدكاترة مثلا برا الكويت؟ يعني في قريبة من دراستك مثلا؟ في هذا المركب ماكو ما في أحد. ماكو أحد، المركب هذا يعني خصيصا، أما على خلايا سرطانية في أبحاث عديدة. بس هذا المركب ما لقيت أحد. ولا فكرت تراسلين دكاترة برا الكويت؟
ما اعرف شلون اوصل لهم يعني عشان تاخذين براءة اختراع فيه يعني انت قاعد تسوين علاج. انا حابه اني اكمل ولما اكون خاصه من البحث عقبها اتواصل معك. يعني الحين موضي البحث ما اكتمل 100% للحين ايه؟ لكن نسبة كم يعني انتهى البحث وطلعت وياك النتائج هذه؟ هي في خطوات يعني السرطان اذا بتطلع له دواء في مراحل حلو تروح لها، فانا يعتبر اني مخلصة المرحلة الاولى من 3 مراحل. ما شاء الله. اي ما شاء الله. المرحلة الثانية المرحلة الثانية تكون على فئران تجارب، المرحلة الثالثة يكون على متطوعين. متطوعين يا فيهم السرطان. حلو. والمرحلة الثالثة شنو زين؟ هذه هي على متطوعين. المرحلة الأولى المستوى البحثي خلصتيه أنت. أي. حلو. والنتائج موجودة عندك. بالضبط. التطبيق يكون على الفئران عجلك الله، وأيضا بعدين على المتطوعين. على المتطوعين. ومن ثم يصير الاختراع لك أنت ولا للحين؟ لا، يكون البحث العلمي يقدر أنا يعني آخذ له براءة. ما أخذتي له براءة؟ ان شاء الله بناخذ. زين انا سمعت ان هالبحث وصلتي فيه حق امريكا. اي. شلون وصلتي فيه حق امريكا؟ عقب ما فزت المركز الاول في نادي الكويت نادي العلمي حبوا انهم يرشحوني حق معرض في امريكا. انتل اسمه؟ اسمه انتل ايسف. أيه. وبرعايه انتل، شركه انتل، ويكون في امريكا في يعني مناطق مختلفه كل سنه، ويكون عالميا على مستوى العالم. فحبوا النادي العلمي انه يرشحون يعني عن طريق النادي العلمي. اي اوكي. وشاركنا هناك انا وطالبين، لكن هم هناك يفوزون المشاريع اللي هي كامله تكون يقدرون يطبقونها في الحين يعني كذي. انا بحثي ما كان كامل، ولكن يعني اكيد الطريق مو سهل، فاكيد محتاج خطوات يعني. أيه. وانت قاعد للحين ما زلتي تدرسين، ما تخافين شويه هذا البحث ياخذك من الدراسه؟ هو خذاني من الدراسه، لكن انا عندي البحث اهم ولا الدراسه؟ البحث اهم طبعا. البحث اهم. زين الحين موضي الهجمي ما بين الدراسه وما بين البحث، هذا يومك وينه؟ قاعدين الصبح تروحين مدرسة تردين تراجعين شوي بعدين البحث ولا؟ ايوه كذي كان. من وين قاعد تطلعين مصادرك في البحث؟ في مصدر يعني يثق فيه الدكاترة يعني كلهم، وانه يكون دكاترة، هو شغل الدكاترة الأطباء. فأنا كنت كلها أروح حق هذا الموقع أو الداتابيس، فكان يعني معتمد وأقدر أوثق فيه. ان شاء الله يا رب. يلا يوفقك يا رب. مشكورة. وين حابه تشوفين نفسك بعد 5 سنوات موضوع العجمي؟ ان شاء الله ادخل كليه الطب واتخصص في مجال الملكيولر بايولوجي، والحمد لله ان شاء الله. عسى الله. انا عندي امنيه اشوف ولدي الحمد مثلك. خليه يلعب كره الحين حمد، خليه يلعب كره. هو لاحب الكره. الله يحفظه ان شاء الله ويحفظ كل اسرتك الكريمه. يعطيك الصحه والعافيه يا ربي، ونشوفك منا الاعلى، ونشوفك دكتوره نفتخر فيها وتمثلين الكويت بكبرها ببحثك هذا، واحنا نفتخر فيك وين ما كنا باي مكان بالعالم ان شاء الله. يعطيك العافيه ونورتينا اكيد. الله يعافيك. راح نكمل ان شاء الله، بس انا حمد يلعب كره الحين. حمد يلعب كره. الله يعطيه الصحه والعافيه ان شاء الله، وان شاء الله يقدم لنا اقتراح يعني او اختراع عفوا جميل حق كره القدم. يمكن يسويها الكره مستطيله او مربعه يعني. يمكن ما ادري محمد. الله يحفظه ان شاء الله. خنروح نشوف عندنا اليوم قرقيعان، اليوم قرقيعان، نشوف ابداعات الكويتيه، نشوف عندهم. راجعين.